تحياتي لكل عم بتابعوني عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها. واليوم حنحكي عن مولود الحوت إذا كان الطالع عنده عذراء أو إذا كان القمر ببرج العذراء وقت الولادة. لكينا شو ناطره بالأشهر الأخيرة من سنة 2024؟ شو ناطرك عزيزي هيدا عزيزي المولود، يعني الحوت وطالعك عذراء أو قمرك بالعذراء؟ مشكلة قانونية أو قضائية رايحة للحسم، بالإضافة لقناعة جديدة مرتبطة بوضعك المهني، فأنت قادم على خطوة جديدة ومباشرة عمل جديد، فكأنه أنت هون في نوع من التحديات المهنية، بالإضافة كمان لوضعك الصحي يلي ممكن أنه يكون ممكن وضعك الصحي يكون معرض لبعض المتاعب ومعرض للخطر. أضلكم بألف خير وباي باي.